منظمة غصن الزيتون طبعاً نحن عاملين حملة كبيرة، هي حملة العودة إلى التعليم، وهي الحملة اللي تشمل أكثر من 70 قرية وبلدة ومزرعة في الريف الجنوبي لسوريا في درعا والقنيطرة. وطبعاً نحن اليوم هذا الحفل نحاول أنه ندخل البسمة لقلوب أطفالنا، ونحاول بالدرجة الأولى والدرجة الثانية نحاول نرجعهم على المدرسة، لأنه المدرسة هي الأساس اللي احنا بدنا نشتغل عليه، ولحتى نهتم بأولادنا لحتى ينجحوا في حياتهم بإذن الله تعالى. نظرا لتدني المستوى التعليمي في محافظة درعا والقنيطرة، أطلقت منظمة زيتون حملة بعنوان العودة إلى التعليم. هذه الحملة تسعى إلى استهداف 26 ألف طفل في محافظة درعا والقنيطرة وفي جنوب سوريا بشكل عام.